بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في دوره اساسيات ومبادئ الفوتوشوب اللي بينظمها الاستاذ بدر الدوسري تحت اشراف الاستاذه المدربه بسمه البطحي مستشاره المشاريع ودراسات الجدوى، ومعاكم المدرب محمد الببلي. احنا ارسلنا على الجروب بتاع الواتساب الرابط بتاع الفوتوشوب للويندوز والانظمه الماك. المفروض ان احنا نكون كلنا مثبتين دلوقتي علشان نتابع مع بعض الدوره، وياريت يكون التطبيق أول بأول إن شاء الله بإذن الله. أول ما هنفتح البرنامج زي ما حضراتكم شايفين بيدينا الملفات الأخيرة اللي احنا استخدمناها أو اللي احنا فتحناها، وبيسألنا أنت عايز تفتح ملف جديد ولا عايز تفتح ملف منها. طبعا بندوس create new لو احنا هنفتح ملف جديد، لو احنا هنفتح ملف مفتوح قبل كده بنضغط عليه مرتين بيتفتح لنا. بيقابلنا زي ما انتم شايفين برنامج الفوتوشوب بجميع ادواته. الناس اللي لسه اول مره تدخل على الفوتوشوب هو بيتقسم لثلاث مناطق. المنطقه اللي على الشمال دي هي منطقه الادوات، والمنطقه اللي في النص اللي هي بتاعه الصوره او منطقه العمل، والمنطقه اللي على اليمين اللي هي الليارات او الطبقات بتاعه الصوره. احنا مش هنشتغل بمنهجيه في الدورة بتاعت الفوتوشوب لأنها ممكن تاخد وقت طويل جدا أو هتبقى مملة زيادة عن اللزوم. إحنا هندخل في الشغل على طول، هنتكلم عن الأدوات المهمة اللي إحنا بنحتاجها بس، واللي هتخلينا إن شاء الله محترفين في وقت قليل جدا وفي وقت بسيط جدا. لو نفترض مثلا عندنا صورة زي دي وإحنا عاوزين أول حاجة هنبدأ بأداة الكتابة، عايزين نكتب عليها مثلا. أداة الكتابة اللي هي دي، لو أنت عندك القائمة بالشكل ده أو عندك القائمة بالشكل ده، ممكن حضرتك تك هنا أجيلك القائمة بالشكل دي. دي قائمة الأدوات. لو إحنا مثلا عايزين نكتب على الصورة نضغط على التول بتاعة الكتابة، هيظهر لنا المؤشر هيظهر بالشكل ده. لو إحنا فتحنا ممكن نفتح بيه مربع كده أو نضغط ضغطة واحدة بس على الصورة علشان نبدأ الكتابة. نفترض ان احنا عايزين نكتب مثلا كلمة فواكه الصيف مثلا. طبعا لان حجمه صغير جدا انا مش شايف انا كتبت انجليش ولا عربي، بس لو اكتشفت ان انت كتبت انجليش فواكه الصيف مثلا، نقدر نكبر الخط من هنا. تضغطي هنا تختاري حجم الفونت اللي حضرتك عايزاه. تمام، اول ما هتختار الاداه بيظهر الاوبشن بتاعها فوق، يعني اختار اداه التحديد يظهر الاوبشن بتاع اداه التحديد فوق، اداه التحريك الاوبشن بتاع ادوات التحريك فوق، اداه الكتابه الاوبشن بتاع اداه الكتابه فوق. على اليمين هنا منطقه اسمها layers او اللي هي الطبقات. الطبقه الاساسيه اللي هي الباك جراوند او الخلفيه اللي احنا بنشتغل عليها، اللي هي الصوره اللي حضرتك دلوقتي اخترتيها علشان تفتحيها اسمها باك جراوند. اي حاجه احنا بنضيفها بعد كده بتبقى في لاير او في طبقه. تمام، فمثلا الكتابه اللي انا كتبتها دلوقتي اللي هي فواكه الصيف بقت في طبقه لوحدها. لازم اختار مؤشر الكتابه كده علشان اقدر اعدل عليها، ونيجي نوقف عليها كده ونختارها او نحددها وتبدا تختار الفونت اللي انت عايزه. مثلا فونت زي ده او زي ده على حسب انت عاوزة ايه. كويس، طيب اللي بعده اللون. نختار اللون اللي احنا عايزينه من هنا. مثلا نفترض ان احنا اخترنا اللون ده بالطريقة دي، اصبح عندنا الكتابة فوق الصورة بالطريقة دي. شيء سهل جدا ومش محتاج اي تعب ولا اي حاجة. لو حبينا ان احنا نغير بعد كده في اللون، نختار اداة الكتابة تاني واحنا واقفين على اللير دي ونختار اللون اللي احنا عايزينه. لو اللون مثلا اللي انت عايزاه مش موجود او يعني مش عارفة توصلي له في الالوان دي، لان دي كل الالوان اللي موجودة، بتختاري بالمؤشر كده زي ما انت عايزة الدرجة اللي انت عايزاها. لو معرفتيش توصلي لدرجة اللون اللي انت عايزاها، بس مجرد ان انت تخرجي المؤشر من بره الالوان
وتدوسي على اللون اللي انت عايزاه. مثلا نختار اللون ده، نختار اللون ده، نختار اللون ده، نختار اللون ده، اي لون احنا عايزينه، تمام، ونضغط اوكي. كده احنا كتبنا على الصورة بطريقة سهلة جدا. طيب ازاي كده احنا عرفنا ازاي نغير اللون. طيب ازاي نضيف تأثيرات على الكتابة نفسها؟ نضغط كليك يمين على اللاير بتاع الكتابة ونختار دي Blending Options. بيفتح لنا Option كتير جدا جدا جدا. اشهر Option في الموضوع دوت اللي هو Shadow، Drop Shadow، نعلم عليه علامة بس كده. لاحظوا ان هنا طلع فيه ظل على الكتابة، كويس. مجرد ان احنا نضغط علامة صح ونختار الاوبشن ده، بيفتح لنا جنبه هنا اوبشن، يعني كل اوبشن بيفتح لنا الخيارات بتاعته. طبعا احنا هنشيل العلامات الصح من على كله ونخلي بس دروب شادو علشان نقدر نتحكم في الظل. هنا نقدر نتقل الظل ونقلله، هنا نقدر نختار المسافة او البعد عن الكتابة نفسها، هنا نقدر اللي هو الكثافة بتاعت الظل، هنا حجم الظل، وهكذا، تمام. طيب في اوبشن تاني غير ده، نضغط كليك يمين تاني، بليندنج اوبشن تاني، دي دروب شادو. في اوبشن اسمه جريديانت اوفرلاي، وده بيخلينا ان احنا نخلي الكتابة متدرجة زي كده، اللون متدرج. طيب لو انا عايز اي لون تاني وهو مش موجود في دول، بضغط عليه هو نفسه بيفتح لي الالوان. بقدر اجيب مثلا اللون الاسود عايز اغيره، مش عايز درجة الاسود دي، عايز درجة الازرق مثلا، ودرجة الابيض دي عايز اغيرها، اخليها مثلا احمر، اخليها اصفر، زي ما انا عايز، كويس، واقول له اوكي. لو انا عايز اضيف الوان تاني، بضغط بس كده في اي مكان فاضي على الخط واضيف اللون اللي انا عايزه، دبل كليك في المكان ده واختار اللون اللي انا عايزه، كويس، واضغط اوكي. تيجي مثلا في اوبشن التاني استورك، هنا بيضيف لنا الخط الخارجي للكتابة. ممكن نختار لونه، ممكن نختار سمكته، ممكن نسحب هنا المؤشر او نكتب كتابة مثلا 9 12. لو احنا غيرنا لونه هنلاحظ طبعا، لان انا عامله سميك جدا فهو دخل جوه الكلام، لكن كل ما نقلل كل ما يبان اكتر، تمام. ده ستروك. في بعد كده بليف اند امبوس، دي بتضيف بروز للكتابة كأنها حقيقية، كأنها مجسمة. برضو بنختار هنا الحجم، مثلا حجم البروز كل ما كان اصغر كل ما كان بيبقى ظاهر اكتر، النعومة بتاعته، الكثافة بتاعته. ده مثلا اللي هو بليف اند امبوس. انر شادو ده اللي هو الظل الداخلي بتاع الكتابة، لو احنا عايزين نضيف ظل داخلي مبقاش ظاهر قوي، بس ممكن بيغير شكل الكتابة لشكل احسن. في التوهج ممكن نختاره، ده الداخلي الانر بلو، وفي الاوتر بلو اللي هو من هنا من خلاء مثلا، لو غيرنا اللون بتاعه خلناه احمر. طبعا هو مع الظل مش هيبان، لان الظل احنا عاملين شادو قبل كده، حاسين بالتغير في الكتابة، في احمر كده حوالين الكتابة بيتغير. هنا ونختار اتجاه الظل برضو، وهكذا. بتبدأ ان انت تغير حضرتك تغيري في الاوبشن او في الخيارات بتاع كل اوبشن من دول، هيديكي شكل رائع على حسب اختيارك، كويس. ده اول درس النهاردة اللي هو الكتابة على الفوتوشوب، كان درس بسيط ودرس سريع، ما تكلمناش في اي حاجة. ان شاء الله هيبقى في ملف كتابي في معلومات كتير جدا 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 للناس اللي عايزة تتعمق في الفوتوشوب، برضو مش احترافية، لكن تاريخ البرنامج، ايه هي شركة ادوبي، ليه اخترنا برنامج الفوتوشوب بالذات، ايه الفرق بين صيغ الصور، ايه هو البيكسل وايه هو الريزوليوشن،
كل ده حضراتكم هتشوفوه في الملف الكتابي، لو شرحته هياخد وقت طويل جدا جدا جدا، وما هتعتقدش ان انتوا هتحتاجوه في حاجة. احنا عايزين نوصل بالناس لمستوى كويس في وقت قصير، فبندخل في المهم على طول وبنتكلم في الحاجات المهمة على طول، وهي طريقة التصميم. ان شاء الله المحاضرة الجاية ازاي هنتعلم ازاي نفصل الخلفية عن الصورة ونركب صورة على صورة. شكرا ليكم، وياريت نعمل تطبيقات ونبعتها على الجروب في الواتساب علشان نشوف الناس عملت ايه. مع السلامة.